ناس بالعادة في المجتمع يمكن ما كنا تلاقينا مع بعض. وأقرب مثال اجتمعت مع صديقة لي كانت فترة الطفولة كنا أصحاب بنلعب مع بعض، وتفاجأنا أنه فجأة هي في الرياض وأنا في جدة، وعن طريق الواتساب وعن طريق الفي دبليو رجعنا اجتمعنا تاني وأولادنا تعرفوا على بعض. أول ما صرنا نسوق أو دحين حتى بعد سنة في إحساس أنه المرأة السعودية صارت هي اللي بتقود حياتها، هي اللي بتتخذ القرار بالاتجاه اللي هي رايحته. إنه حياتي في يدي أنا، أنا اللي أقرر، أنا اللي أختار فين أبغى أروح، كيف أبغى أروح. في نوع من القوة، أيوة، في نوع كده من الاعتماد على النفس، أنا اللي أختار.